من زمان كده كنا بنتكلم معاكم عن أهمية عودة مسرح المدرسة. يا سلام، كلمة كبيرة قوي، مسرح المدرسة. أيوة، وقد إيه مسرح المدرسة ده وسيلة حقيقية عشان بتحيي كده روح الإبداع والفن عند الأطفال الصغيرين. فكرة إن الطفل يقولك إيه، ماما أنا عندي دور في مسرح المدرسة، أو أنا هشارك في دور كذا، مهمة قوي. غير إنه يقعد يذاكر ويشيل الكتب والشنطة التقيلة، لا، يبقى عنده وقت. وبالذات الأطفال اللي بيبقى عندهم موهبة، والموهبة صدقوني بتبدأ في السن الصغير، بتبدأ في المدرسة، فبيبقى مهم قوي إن احنا نرجع للروح دي. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الحقيقة مهتمية جدا بالموضوع ده وبتنمية وعي الطفل، لأنه عندك طفل مصري بتهتم بيه منذ الصغر، يبقى أنت هتاخده شاب عنده وعي وعنده موهبة بتكبر جواه. هنستقبل بقى في بداية السنة الجديدة حاجة لطيفة جدا، عرض مسرحي هيكون انطلاقه لمشروع إحياء المسرح المدرسي، وده بالنسبة لي خبر رائع، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والثقافة. وأنا دايما بشوف أنه التربية والتعليم وزارة الثقافة مش بس يشتغلوا مع بعض، ومعاهم كمان وزارة الشباب، يعني أنا بضيف ده، أنا كشفكي معاهم الثلاثة دول، لو اشتغلوا طول الوقت هاند ان هاند وإيد في إيد، وإحنا أكيد معاهم، بجد هيحصل حاجات كتير حلوة قوي. المسرحية بقى اسمها إيه اللي أنا بقول لكم عليها التعاون؟ اسمها تقدر. أيوة نقدر، وزي ما انتم شايفين الصورة بتقول ايه، وهنقدر فعلا. هتتعرض على مسارح دار الأوبرا المصرية يوم 8 و9 يناير، يعني الأسبوع الأول من يناير أو العشر أيام، هيشارك في بطولتها نخبة من النجوم، واللي أنا بحييهم لأنه بيعملوا دفعة حلوة، فنانة الرائعة يسرى، الجميلة الرائعة كارول سميحة، الفنان طبعا الجميل أكرم حسني، والفنان أيضا الجميل محمد فراج، والصوت الجميل محمد الشرنوبي. أنا متخيلة هتبقى بديعة، وده بمشاركة عدد كبير من التلاميذ الموهوبين. هنا بقى نحط خطوط، تلاميذ مع مبدعين مع فنانين، دي حاجة جميلة جدا. هتتعرض كمان على التلفزيون إن شاء الله على شاشة قناة مدرستنا، وده حاجة كمان بديعة. عندنا قناة مدرستنا دي مهمة جدا، لأن يعني مشروع رائع، تفاصيل كتيرة جدا خلينا نعرفها من السيناريست الكبير مدحت العدل، مؤلف المسرحية وزميلي وصديقي العزيز. مساء الخير يا دكتور مدحت. مساء الفل يا شبكي هانم، ازي حضرتك؟ ومنورة الشاشة ومنورة التاسعة، ودايما تدي امل وتفاؤل في بكره ان شاء الله. دايما يا رب، كل سنه وانت طيب اولا، واذا كان انا عندي تفاؤل فهو مش اقل دايما من التفاؤل اللي يبقى موجود في كتاباتك وفي حاجتك. يعني كلمني عن التجربه الرائعه دي. الحقيقه زي ما حضرتك يعني سبق وقلتي، ده بالتعاون مع الشركه الاعلاميه، الشركه المتحده، ووزاره التعليم ووزاره الثقافه، والحقيقه هي يعني انا ابن المسرح المدرسي طبعا، وانا خريج مدرسه توفيقيه الثانويه. توفيقيه الثانويه دي كان بيجي يدرس فيها الاستاذ الكبير رباح العدل كاسب بخريجه مسرحيات، كان بيجي. فاحنا ولاد الحقبه دي، احنا حصه الموسيقى عندنا كانت لا تقل اهميه عن حصه المزيكا، سوري الكيمياء، حصه الفرنساوي، المزيكا والمسرح والتمثيل والاكتنج، وكل اللي انت متخيلهم من النجوم اللي مالوا مصر 50 60 سنه هم اولاد المسرح المدرسي ومسرح الجامعه. صحيح، وهي الموهبه عندك بانت كده، يعني المدرسه وكل بانت فيها الموهبه. صحيح، عادل امام، صحيح، كل ده خريجين مسرح المدرسه ومسرح الجامعه. صحيح، فالحقيقه ما حدث في اخر يعني 40 50 سنه من عدم النظر باهتمام للمزيكا وللمسرح ومش عايزين نقول يعني الاسباب، لكن في الاخر ادى الى ان الناس تخيلت ان الفن حرام. صح، وده دخلنا في منطقه صعبه جدا، ودخلنا في تطرف، ودخلنا في ظلاميه. طب انا عايز اقول لك حاجه، انا يعني كلمه تقدر يعني دي كلمه فيها تحدي، واحنا متعودين عليك في التحدي ده، فتقدر يعني معناها تقدر وتكمل، تقدر وكمل المشروع، تقدر تعمل كل حاجه. الحقيقه هي المسرحيه اخراج بتول عرفه، واشعاري تاليفي يعني، واشعاري وتاليف ايهاب، هنسمع غنى بقى وحاجات حلوه عبد الواحد، كل هي ميوزيكال يعني، هي ميوزيكال، مفيش شرنوبي كارول سميحه، يعني هتكون ميوزيكال تحفه، والشرنوبي والاطفال اللي بيغنوا ان احنا منحيينهم وكلهم موهوبين وكلهم، وهي المسرحيه معموله لسن معين اللي هم لغايه
ثانوي يعني. أيوة. يعني عندنا من سن 6-7 سنين انك انت تقدر تحقق حلمك، احلم وتقدر كل انسان على قد اللي بيحلم بيه، حلمك كبير هتحققه. والله وانت بتتكلم عارف انا سعيده للتلاميذ، سعيده بانه مش بس عشان شركه المتحده عامله هذا التحدي، لكن حقيقي ان تبقى في دوله عندها هذا الوعي انها بقى طبعاً تطلع الموهبه من التلاميذ، بدل ما نشوف الولاد بيعملوا قاعدين على الموبايل وعلى التاب وعنف وتنمر، لا يغنوا ويمثلوا ويبدعوا. وهقول لك على حاجه كمان، احنا ان شاء الله ان شاء الله يعني المسرح المدرسي دي ده بدايه، ده قص الشريط، لكن احنا بصدد يعني انا برضو تقدمت الاقتراح ان احنا ممكن نلف محافظات مصر ونطلع المواهب من المدارس، انا في الشعر وغيري في التمثيل طبعاً، وغيري في المزيكا طبعاً، وغيري وغيري، نطلع ولادنا الموهوبين ونديهم الفرصه. ومصر ولاده يعني، مصر دي ولاده طبعاً. يعني طبعاً احنا طول ما احنا ماشيين بنشوف مواهب. طب انا عايز اسالك سؤال، اقنعته ازاي بقى الاسماء الحلوه الرائعه دي، يسرى، كارول سماحه، اعتقد في حنان مطاوع، الاسماء محمد فراج، محمد فراج، شرنوبي، يعني اكرم حسني، اكرم حسني، اقنعتهم ازاي؟ بصي يعني انا عايز اقول لك ان يعني هي دي قيمه القوى الناعمه. اذا كان لك رساله في هذه الحياه فما اعظم ان الرساله دي تبتدي من الاولاد الصغيرين. صحيح. احنا كلنا، وده يعني الكلام اللي انا كنت بقوله، هم الحقيقه يعني احنا ما احتاجناش وقت كبير لاقناع حد. صحيح. يعني اول ما بنقول لهم المسرح المدرسي ودي عمل كذا، والعمل طبعا الحمد لله يعني الناس مقتنع بقيمة العمل نفسه، طبعا بيقروا وبيعملوا، وبتقول عرفة مخرجة عظيمة وهايلة، والحقيقة عملت مجهود غير طبيعي، وإمكانيات اللي معمولة في مسرحية حضرتك هتتفرج عليها، أنا حاجة أتفرج لازم. طبعا هتشرفي، حاجة جمالها ده، حاجة مبهرة. طب أنت كاتب حاجة بتبدأ بتقدر؟ أكيد أنا عارفة أنت. لا أنا متخيلك. أنا قافل بتقدر، يعني أنا قافل المسرحية كلها بعد ما نقدم نماذج لكل العظماء المصريين على مدار التاريخ، وان هم كانوا زينا زيهم. صحيح. يعني اي حد من اللي بقى سوي اللي هو كان طالب في كليه علوم في اسكندريه زي زيك. صحيح. وكان طفل عادي جدا جدا، ونجيب محفوظ ومحمد صلاح وكل هذه النماذج المشرفه. صحيح. هم كانوا زيك، بس هم اشتغلوا على حلمهم فقدروا، فانت تقدر. فانت تقدر. بمنتهى البساطه. أكيد كلام جميل، والحقيقة أنا متشوقة جدا لهذا العرض اللي إن شاء الله هيبقى فتحة خير كتيرة على وعي كمان الطلبة، والطلبة يبقى عندهم أمل. على فكرة لما بتدي الطفل الصغير أمل كده بأنه يقدر طبعاً، وأنه يطلع، دي حاجة لطيفة، والأسرة كلها بتنتعش يعني، الطفل الموجود في أسرة، البيوت كمان بتنتعش. وفي كل المجالات يا شفتي، مش انت مش لازم بس تبقى لعيب كوره، ولا بس تبقى فنان، انت تقدر تبقى عالم، تقدر تبقى طبيب عظيم، وتقدر طب تبقى. طب انا عايز اعمل معاك اتفاق، بما ان احنا زملاء يعني قدام، قدمنا حاجات كتير مع بعض، بعد ما نعمل العرض ده تشرفنا هنا بقى ونتكلم على التجربه بعد العرض. انا عايز اعرف انطباع الاطفال في المره دي. عينيا يا شفتي، تحت امرك أكيد. طبعا بالتوفيق دايما. انا بعتبر نفسي في بيتي لما اجي. طبعا بيتك اكيد في اي وقت. سيناريست الكبير، وطبعا دكتور مدحت العدل مؤلف المسرحية، وأيضا هو مبدع دايما طول الوقت، دايما بيتحدى كل حاجة حلوة. بشكرك شكرا جزيلا، وفي انتظار هذه المسرحية، بداية المسرح المدرسي في 2023. بتقدر الفكرة والمشروع الرائع اللي مقدم، اللي بيكتبه دكتور مدحت العدل، وطبعا بتقدمه المشروع ده المتحدة للخدمات الإعلامية، إن شاء الله يبقى حاجة حلوة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة. ده شيء جميل.